للوقوف عند واقع تعليم الأطفال في العراق تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مسؤولة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة حياكم الله. يعني لنبدأ من البنك الدولي حيث يؤكد ارتفاع عدد الأطفال المتسربين من المدارس، ولكن السؤال المطروح هنا، هل لدى الحكومة بالفعل أسباب مقنعة أو سميها أسباب موجبة بالفعل لإهمال قطاع التعليم بهذا الشكل المتردي دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني لا توجد في الحقيقة يعني أي أسباب ممكن أن تقنعنا بأن هذه الحكومة لا تستطيع الاهتمام أو تطوير قطاع التعليم، ولعدة أسباب. أولا هي التخصيصات المالية، باستطاعة الحكومة أن تخصص من هذه الميزانية المليارية مبالغ تساهم في تطوير التعليم والسير بالعملية التعليمية نحو الأفضل، إضافة إلى تلافي جميع المشاكل من حيث بناء المدارس، خاصة وأن العراق الآن يعاني من نقص في المدارس، تطوير الكوادر عن طريق الدورات. هناك طبعا حتى الموارد البشرية موجودة في العراق، هناك العديد من الخريجين من المعاهد من الكليات والذين يستطيعون العمل في سلك التعليم، كل هؤلاء لا يستطيعون لأن خطط الحكومة لا توجد وغير وليس لديها في الحسبان يعني مسألة التعليم من ناحية تطويرها أو من ناحية إيجاد كل السبل التي تعمل على رفع مستوى التعليم والتماشي معه هو معمول به عالميا، خاصة في إضافة مناهج أو تطوير مناهج أو غيرها. كل هذا الحقيقة ليست في حسبان الحكومة، وكما هو معروف أن الميزانية ميزانية منهوبة ومخصصة فقط للميليشيات ولمشاريع وهمية ولفساد هذه دكتور، على ذكر الدولة. الميزانية، يعني حرمان الأطفال من التعليم، هل يحمل الحكومة مسؤولية أخلاقية وقانونية؟ يعني أنتم ذكرتم أنه لابد من رصد أموال لصندوق التنمية وبالتالي يمكن ضمان تعليم الأطفال في العراق، هل تتحمل الحكومة مسؤولية أخلاقية وقانونية في هذا المجال؟ نعم بالتأكيد. يعني أين هي خطط أي حكومة عندما تأتي لديها منهج ولديها خطط ولديها مشاريع تريد أن تثبتها؟ جميع الحكومات منذ الاحتلال الأمريكي للعراق تأتي فقط بالدعايات الإعلامية وبالمشاريع الوهمية ودون وجود لها أثر على أرض الواقع. إذن مسؤولية من؟ أكيد بالتأكيد هي مسؤولية الدولة العراقية، مسؤولية الحكومة، مسؤولية جميع الذين يحتلون هذه المناصب والتي يعني يقولون أن اهتمامهم هو المواطن وأولويتهم هو المواطن. أين هذا المواطن الذي الآن وصلت يعني نسبة الجهل في العراق نتيجة لتسرب الأطفال، نتيجة لعدم وصول الأطفال للتعليم بسبب العديد من يعني المشاكل؟ أين هي هذه الخطط الحكومية؟ بالتأكيد هي المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الحكومة لأنها مسؤولة عن كل فرد في العراق، والتعليم هو جزء أساسي من مسؤولية أي حكومة في الوقت الحاضر سواء في العراق أو في مختلف دول العالم. دكتورة، نعود لتصريح البنك الدولي، تحدث عن 2 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، طبعا الشريحة كبيرة منهم من النازحين. هذه الأعداد الضخمة وهذه الأعداد الكبيرة، هل تشير لعمليات ممنهجة من قبل الحكومات المتعاقبة من أجل تجهيل الأطفال وحرمانهم من حق التعليم دكتورة فاطمة؟ نعم بالتأكيد. يعني وإلا ما الذي يمنع الحكومة التي لديها ميزانية عالية ولديها موارد بشرية، ما الذي يمنعها أن تطور يعني التعليم إلا إذا كانت لديها أسباب ولديها قناعات بأن عليها أن تعمل على تجهيل المجتمع العراقي؟ طبعا تجهيل المجتمع معناه سهولة السيطرة عليه، سهولة التحكم به، سهولة يعني تمرير المخططات التي تريدها الحكومة والتي هي كما معروفة أصبحت لا تمت لمصلحة المواطن العراقي بأي صلة. إضافة إلى ذلك أصلا الذين يحتلون المناصب في العراق الآن الكثير منهم لديهم شهادات
مزورة، أي أنهم يعني ليست لديهم اهتمام بالعملية التعليمية ما دام هم يستطيعون الحصول على هذه الشهادات المزورة. وبالتالي فإن أي شخص متعلم في العراق مثل تهديد لهم، لأن هذا المتعلم لديه قدرة على الوصول إلى مثلا القوانين المحاسبة، أو يعني رفع الصوت في اتجاه المطالبة بالحقوق، المطالبة بما يتوجب على الدولة أن تقوم به. وهذا الحقيقة مصدر خوف وقلق للحكومة، ولذلك فإن تجهيل المجتمع العراقي يعتبر منهج ثابت لدى جميع هذه الحكومات من أجل أن تبقى هذه الطبقة السياسية تحكم في العراق وتمرر بالتالي مخططات الدول الأجنبية في العراق. دكتورة فاطمة، يعني مليونا طفل غير ملتحقين بالمدارس بحسب ما تحدث عن البنك الدولي، هو رقم لا شك كبير ومقلق في نفس الوقت. ولكن كيف ترين بعد سنوات من نسبة الأمية في العراق؟ بمعنى آخر، كيف سيخرج هذا الجيل بعد سنوات من التجهيل؟ كيف، ما هي العلامات الفارقة لهذا الجيل دكتورة؟ يعني هذا الجيل سوف يكون في الحقيقة سبب من أسباب فشل الدولة العراقية، لأن الآن هي من أهم مرتكزات تطور أي مجتمع هو التعليم. انظر إلى الدول أين أصبحت الحقيقة الآن. الفجوة بين العراق وبين الدول في العالم أصبحت كبيرة، يمكن أن تصل إلى حوالي 100 سنة، بسبب التدهور الواضح في أولا في المستوى التعليمي، ثانيا في ارتفاع نسبة الجهل في العراق، إضافة إلى أن هذه الكوادر التي الآن في العراق غير قادرة على إيصال يعني طبعا لافتقارهم الى الخبره بسبب الاهمال، لانهم لا زالوا يحتاجون الى دورات تدريبيه وغيرها من اجل ان يتواكبوا عمليه التطور في التعليم، اي ان العراق سوف يقبع في مراتب الدول المتخلفه، سوف يكون العراق يعني سلعه تباع وتشترى بهذا المفهوم، يستطيع ان تسيطر عليه اي دوله كانت فيما قبل. العراق يعني يساعد هذه الدول ويساهم في تطوير عملياتها التعليمية، لا تنسى أن العراق يعني كان يصدر حتى الخبرات التعليمية من أجل مساعدة الدول العربية وغيرها. ونذكر البعثات الأجنبية التي كانت الحقيقة البعثات العراقية التي كانت يعني تذهب إلى دول مثل المغرب والجزائر من أجل المساهمة في تعريب هذه الدول وإخراجهم من الهيمنة والسيطرة الأجنبية. الآن الذي يحدث في العراق أصبح العكس، نتيجة لتدهور مستوى التعليم والانحطاط والجهل، ارتفاع مستوى نسبة الأمية خاصة مع تسرب العدد الكبير من الأطفال، وكما تفضلت خاصة بالنسبة للنازحين ومشكلتهم الحقيقة بسبب عدم حصولهم على الأوراق الثبوتية بسبب الحكومة. إذا هذه الحكومة سوف تفرز جيل لم يلتحق ب لن يكون قادر على اللحاق بركب التطور و يعني التقدم في الدول الاخرى، اضافه الى كل من يستطيع ان يحصل على شهاده سوف يهاجر ويغادر الى الدول الاخرى ويهرب من العراق. حتى استثمر الوقت معكم، بقي لدينا دقيقه واحده. عرجتم في كلامكم إلى تسرب الأطفال من المدارس، هناك من يقول أنه لا بد للبرلمان من أن يصدر تشريعات ملزمة للحكومة وأيضا للأهالي يضمن حقوق الطفل في التعليم، هل مثل هكذا خطوات ستحقق مستقبل أفضل لأطفال العراق من حقهم في التعليم دكتورة؟ العراق ليس بحاجة لإصدار أي تشريعات، هناك إلزامية التعليم المشرعة منذ سنوات والتي كانت الحكومات الوطنية تعمل بها وتساهم من أجل أن لا يتسرب أي طفل من المدارس. لو أن هذه الحكومة جادة في تصرفاتها وهذا البرلمان فليشدد على ضرورة تطبيق إلزامية التعليم في العراق، وبالتالي سوف يحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس. إضافة إلى ذلك من الأفضل أن يتم تقديم المعونات لهذه الأسر وضمان الاجتماعي لهم من أجل أن يدفعوا بأولادهم إلى المدارس، وليس العكس أن يخرجوهم من المدارس من أجل أن يعملوا ويحصلوا على لقمة عيش لهذه الأسر والعوائل. إذن المشكلة هي عدم وجود ضمان اجتماعي في العراق يطبق
بالرغم من وجوده يطبق بصورة صحيحة، إضافة إلى عدم تطبيق إلزامية التعليم التي هي أصلا موجودة في العراق، وتستطيع هذه الدولة لو كانت جادة أن تستثمرها وأن تلتزم بها وأن تعمل على تطبيقها، وبذلك يتم ضمان الوضع المعيشي لهذه الأسر وأن يستمر هؤلاء الأطفال في الوصول إلى الحق في التعليم. عبر سكاي من لندن مسؤولة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.